سمار أمتي؟ ما قدرت نام دقت خلاقي. كيف حاسة حالك؟ منيحة. ماني حابة قطيعة زواجنا الأول لحالي بالغرفة حتى لو ما كنت منيحة. كل سنة وانت سالم حبيبي. واو إن شاء الله العمر كله حبيبتي ينعاد عليكم. إن شاء الله كل سنة تمروا عليكم بتكون أفضل من اللي قبلها. ينعاد عليكم. تسلمي. إن شاء الله على طول مبسوطين. شكراً كتير. مهند، ليش واقف عندك هيك؟ ما راح تبارك لهم؟ طبعاً، ألف مبروك. لا توقفوا كتير هون، تعالوا ارتاحوا. تفضلوا. مهند؟ أنا رايح. ممنوع حدا يهرب بعيد زواجنا أبداً. برافو يا سمر. إيه مهند، على قليل اليوم. خلونا نجتمع كلياتنا مع بعض. يلا مهند، العيلة مو ناقصة غيرك. هدية رائعة، بتجنن. قديش انت مزوق؟ حلو كتير. وانا هديتي رح اقدمها بالعزيمة. كل الاحوال ما رح نكتفي بهي، ما هيك؟ رح نعمل حفلة اكبر، مو هيك؟ اذا حبيت سمار بنعمل. ما بعرف هلا وبهذا الوضع كيف بدي يكون. مزبوط، هذاك الرجال لساته نايم بالمشفى، هيك ما رح ترتاح. أنا آسفة. في محكمة كمان، إن شاء الله خير. إيه، شبكوا ليش عم تحكوا هيك؟ خلونا نتفائل. خلينا نستنى نتيجة المحكمة وبعدين نتصرف مثل ما بدها سمر. لو صار شي للرجال، سمر خانو ما كانت بيناتنا هلأ، بس لنشوف شو رح يصير بعد المحكمة. إذا ثبت إنه مزن بيحطوها بالحبس، ما هيك؟ ما بعرف. يا لطيف، الله يسترهم. قال العيلة ما رح ترفع دعوة. ماني محامي وما عندي خبرة بهالأمور، بس بعتقد بالأول رح يرفعوا دعوة حق عام. إيه، معناها بجميع الأحوال رح تروح على المحكمة. طبعاً. خبرتيها لجميلة على اللي صار؟ لا، قلت لحالي بلا ما أزعجها هلأ، بكرة بس ترجع بتدرى. إمتى رح توصل؟ عالسبعة إن شاء الله. منيح بلحق مراد. أنت بدك تستقبلها؟ بروح أنا وعمو سليمان إذا بده. لا لا، ممكن تتأخر الطيارة أو يصير شي شغلة، بجوز هيك تتأخر على الولد. أنا بروح بالتاكسي وبرجع فورا. مثل ما بدك. ما بيصير حدا غيرك ياخد مراد بكرة؟ في كذا شوفير غيرك. بس ممكن نحتاج شي شغلة بالبيت كمان. وهلأ سحبوا له شهادتها لسمر خانم بعد الحادث، يعني ما عاد فيها تسوق السيارة. بشير رح يصير ياخدها ويجيبها. كأنه الولد ما عنده شغل لحتى تطلع له هالشغلة كمان. بهديك اللحظة ما حسيت بوجع، أساساً ما فكرت بحالي أبداً. ركضت لعند الرجال فوراً. وعقد ما كنت ملبكة ما خطر على بالي أطلب مساعدة بنوب، تتخيلوا شو صار؟ طبعاً انصدمتي. وقت اللي شفته أغمى علي فوراً، فتحت عيوني لقيت حالي بالمشفى. الله ستر اللي شافهم حسن واتصل بالشرطة، والإسعاف وصلت بسرعة. الله لطف. كنت مثل المجنونة لوقت ما شفت عدنان بالمستشفى. وقت اللي درينا بالخبر ما بعرف كيف رحنا. وأنا الصبح كنت قاعدة مع مهند على البلكون، وقت اللي شفنا عمته جاي عرفنا إنه صاير شي. كنت بالبيت؟ إيه،
منيح كان بالبيت، لولا ما قدرت روح على المستشفى بنوب، وأنا كمان كنت واقعة من طولي. شو رأيكم بلا ما نفتح السيرة بقى؟ عن جد كنا عم نحتفل، فجأة همتوا طاقتنا. يلا مهند ما راح، بس قاعد وقلب خلقته هيك ولا لا؟ لا مو هيك يا زكي، تعبان وبس. تعبان لدرجة ما عاد فيني روح لمكان. إذا ما بتواخذوني رح أطلب إذنكم، بدي أتسطح. يلا قوم. إيه الحق معك، قضى ليلة كتير صعبة. قوم حبيبي قوم. صحتين على قلبكم. على قلبك. على قلبك حبيبي. أنتي مرتاحة؟ إيه. موجوعة؟ شوي، بس آخذ أدويتي برتاح أكتر. خبرتوه بالوضع التاني لعدنان بيك؟ أنا تركته لمهند. صاير شي؟ بلاها هلأ مو وقتها. عم تخبوا شي عني؟ بعتقد ما خبروك مشان ما تتضايق أكتر. بشرى مبارح حاولت تنتحر. شو عم تقولي؟ ما في شي بخوف بنوب، لحقوه على المستشفى فوراً ومشي الحال. ايه أنا شفت بشرى اليوم الصبح بالمستشفى. كنا بنفس المشفى؟ ايه يا الله. تحكيتوا شي؟ لا هي ما شافتني، كان معها واحدة من رفقاتها مشي وراحوا. هالمجنونة شربانة دوا، ومهند راح لعندها بالليل. الإنسان بيزعل، بس هي كمان لازم تتقبل الوضع بقى، هالمرة كتير زودتها. رجاء ممكن تخلونا نحكي شغلات بتفرح أكتر؟ قلنا رح نعمل حفلة بلا ما نضايقها. الحق معك، تمام اسكتوا. ألو؟ مساء الخير، كيف صحتك؟ أحسن. أخدتي أدويتك؟ أخدتهم. في حدا قاعد معك؟ لا لوحدي. توقعت رفيقتك تكون عندك، الظاهر ما إجت. كانت بدها تجي بس أنا ما رضيت. شكله نعس كتير اليوم، على شرفك سهر على غير العادة. خلينا نقوم، كتير تعبتي اليوم. لا حبيبتي قعدي. بكفيك الخوف اللي عشتي. عن جد كتير خفت، منيح اللي مرقت على خير، مجرد التفكير بهالشي بخوف. الله ستركم. أنا ما كتير مطمن لهالبنت، إن شاء الله ما تكون قرارة. زينب رفيقتي الوحيدة. ديري بالك. بلا ما تعرف عنا أكثر. Thank you.